دي حرب بين نجمة البحر وقوقع. سبحان الله، شوف حركتهم، احنا عازلينهم في شوية مية بملح على الشط، شوف حركتهم هيعملوا ايه في بعض. عشان يبخ فينا احنا ولا حاجة، شوية مية كمان هيعملوا شغل فعلا. ده سبحان الله، شوف بيلف ازاي، الله 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 الله، ده لف نفسه خالص. ايه ده، بص اتحرك ازاي، ده انا كنت حاططها على راسي يا ابن اللعيبة. ده بيلف حوالين القوقعة يا معلم. اه عايز شوية مية. مين البتاع اللي معاك ليه مية؟ مين ليه مية؟ البتاع اللي معاك ده. ده بيلف نفسه حوالين القوقعة بطريقة غريبة، واحنا كنا فاكرينه ميت، قطعة ثابتة ما بيتحركش. ماسكة ايه؟ يا سبحان الله، ما أبدع خلق الله. ايه ده، ايه ده، وسع كده، هو بيتمشى ولا ايه؟ شكلها جامد جدا. طب بيتحرك، عايزين شوية مية كمان. طب شيل القوقعة اللي انت حاططها. ما هو القوقعة اللي فيها ده هو بيحاول يلف على اللي جواها عشان ياكله. طب احنا بنتكلم وانت بتصور فيديو؟ انا بصور فيديو. اه نسكته بقى. سبحان الله يا جماعة، يعني عالم البحار جوه كيس. الكيس ده بتاع ايه؟ ده بتاع عامر جروب؟ ماشي زي بعض. بص بتتنفس، سبحان الله. نجمة البحر، نجمة البحر قلبت اشكيف، بقت حاجة مرعبة. سبحان الله، يعني عالم البحار فيه حاجات، عالم غريب مرعب احنا ما نعرفش عنه حاجة. انت بغطت السندوتشات، انت طلعت اكلت؟ لا ما اكلتش حاجة. طب غطيها عشان ما تروح. وتبص تلاقي الاهداب بتاعت نجمة البحر. ممكن نعمل حاجة كمان، نوضح القوقعة. شوف دي القوقعة، الله، لزقت في الكيس يا معلم. بص خد بالك بس، لا تعضك ولا تعمل لك حاجه، ولا تكون لزقت في الكيس. اه طب سيبها 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 سيبها، ما تقطع الكيس، خليه احسن تخرم الكيس وتنزل تحت. لا 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 لا، احنا هناخدها بالكيس. دي شدت الكيس، وخدت بالك انت؟ اما نشوف اخرة نجمة البحر مع الكيس هتعمل ايه، هتعتدي على القوقعة ولا هتعمل فيها ايه، الله اعلم. هي بتحاول تلف حواليها وتحوم، مش عارفين نهايتها ايه، هنشوف تاني بعد شويه.